وأبدأ بأن أعترف لكم بأنني صدمت كثيرا يوم 7 أكتوبر، وأظن أن عددا كبيرا من المواطنين في المغرب وفي العالم العربي قد صدم بما حدث يوم 7 أكتوبر، لأننا ويجب أن نعترف بذلك أيضا كنا في غمرة يأس قاتل، كنا نشيع بنظراتنا جثمان القضية الفلسطينية، لا نمشي في جنازتها ولكن نشيعها بنظراتنا اليائسة. هل هناك شيء لم يسلط على القضية الفلسطينية في الربع سنة الأخيرة؟ من المحيط العربي، من الميز العنصري الممارس داخل إسرائيل، من التهجير والملاحقات والاعتداءات والاعتقالات والاختطافات التي تطال الشباب الفلسطيني في كل فلسطين، هل هناك شيء من التآمر السياسي لم يتم على فلسطين؟ فعلا صدمنا جميعا بما حدث، ولا داعي لأن نمثل اليوم مع بعضنا البعض أننا كنا ننتظر ذلك، وأن إيماننا بالقضية كان حتما سيوصلنا إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المقاومة. لا، ليس صحيحا أن التاريخ بدأ يوم 7 أكتوبر، كما أنه لم يبدأ كذلك بالنسبة للعدوان الإسرائيلي، فإنه لم يبدأ بالنسبة لنا أيضا في ذلك اليوم. يجب أن نستحضر ما تكبده الشعب الفلسطيني من تضحيات طوال أزيد من 70 سنة، أحيانا في صمت مطبق من العالم ومن الإخوة على حد سواء. لكن من المهم أن نستحضر اليوم أن ما حدث في 7 أكتوبر بالرغم من صدمته القوية يطرح علينا أسئلة جديدة. السؤال الأول الذي يجب أن لا نمر عليه مر الكرام هو: لماذا وصلنا إلى ذلك الحد من اليأس؟ لماذا نفضنا أيدينا من القضية الفلسطينية؟ من هم المسؤولون عن تغييب هذه القضية؟ هل العدوان الإسرائيلي وحده؟ هل تخاذل المجتمع العربي وحده؟ هل السياسة الظالمة الدولية وحدها؟ هل الاحتلالات الفلسطينية أيضا؟ ما الذي أوصلنا إلى ذلك الحد المدهش من اليأس في هذه القضية؟ وابتداء من النظرة النقدية التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا تجاه القضية الفلسطينية، ابتداء من هذه اللحظة سندرك عمق ما أنجزه اليوم 7 أكتوبر. فابتداء من ذلك اليوم أعيدت إلينا حقيقة أساسية، وهي أن المقاومة ليست فقط ضرورية وليست فقط قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولكنها على عكس كل ما أشيع وما روج له أن المقاومة ممكنة حتى بفاعل صغير، ممكنة حتى بإمكانات شبه منعدمة، ممكنة ومؤثرة وقادرة على زعزعة أقوى كيان في منطقة الشرق العربي، قادرة على أن تجرح هذا العدو في جوهره، في وجوده، في علاقته بأسطورته المؤسسة. هذا
أمر لم يكن منتظرا، ولكنه اليوم يفرض علينا أن نؤمن بأن هذه المقاومة التي جعلها هؤلاء ممكنة ستظل ممكنة دائما، ممكنة غدا وبعد غد وفي كل وقت. والذين يلوحون بأن نهاية القضية الفلسطينية سيكون بإقبار حماس في غزة واهمون، لأن حماس لم تعد في غزة ليس بسبب الحرب، ولكن لأنها أصبحت في كل جسد فلسطين. الحقيقة الثانية التي كشفها اليوم 7 أكتوبر هي أن القضية الفلسطينية لا يمكن إخمادها بالعنف، ولا يمكن إخمادها بالبدائل المزيفة. وأعتقد أن الضربة الموجعة في هذا الإطار وجهت بالضبط إلى استراتيجية التطبيع. من الممكن أن يبقى التطبيع مسألة ثنائية بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل، ولكن التطبيع كاستراتيجية إسرائيلية سقط يوم 7 أكتوبر ولن يعود أبدا، لأن إسرائيل التي كانت تحاول مع حليفتها الأمريكية أن تجعل من الكيان الصهيوني دولة طبيعية في جوار طبيعي، هذه الحكاية انتهت تماما. وما حدث في غزة جعل هذا الأفق مستحيلا، لأن حجم الكراهية التي خلفتها إسرائيل بسبب عدوانها على غزة وبسبب الفضائع التي ارتكبتها هناك لن يسمح أبدا بأي تعايش، إلا إذا استطاعت إسرائيل العنصرية والاستعمارية الاستيطانية، وهذا ليس متاحا في المدى المنظور. عودة القضية إلى اهتمام دولي وإلى الوجدان الدولي، لأن الشعوب العالم كلها استطاعت أن تستقدم فلسطين إلى أجوائها الداخلية، واليوم فلسطين هي جزء من سياسات داخلية في المستقبل. الآن بطبيعة الحال كلنا نفكر في ما ستؤول إليه الأمور بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذا الدمار وبعد هذا العدوان الذي أصبح بحق جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. من المهم أن نتساءل ماذا ستؤول إليه الأمور. لقد أشار الأستاذ عبد الله سعف إلى ما قاله نصر الله حول القرار المستقل. بالفعل يبدو لي أن المقاومة كفعل وليس كإطار، المقاومة كما أصبح معروفا اليوم كان قرارا مستقلا، وأيا كان الدعم الذي تلقته كتائب الأقسام فإن إدارة المعركة وتبعاتها مستقبل القضية الفلسطينية خارج هذا الإطار المستقل. ومن العبث أن الأنظمة العربية التي لم
كثير من الحيوية لوضع نهاية سعيدة للتراث الموجودين في ميدان القتال لتهريبهم خارج غزة. التخلص من القادة المقاتلين والاحتفاظ بالشعب الضحية. هذا الأمر تشارك فيه لفلسطين هو مساندة غير مشروطة لاستقلالية قرار المقاومة فيها. طبعا لا حق لأحد أن يفرض على مقاومة أشعلت فتيل هذا النضال الكبير وغدته بدمائها، لا أحد يمكن أن يملي عليها ما ستفعله غدا لمستقبل غزة، لا أحد يحق له أن يفرض عليها خريطة الطريق لما بعد الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أن تعملوا. ولكن وجداننا يقول لنا اليوم أن نتمنى على الشعب الفلسطيني أن يحافظ على هذه الاستقلالية بالوحدة الوطنية داخل منظمة التحرير الفلسطينية. كل فصائل المقاومة اليوم يجب أن تبني قوة ما بعد المذبحة، لأن القوة التي يمكن أن تدبر المستقبل لا يمكن أن تكون قوة ضعيفة ولا مشتتة ولا مجزأة. هذا وجداننا يفرض علينا أن نقول ذلك، ولكننا متيقنون أن المقاومين الذين استطاعوا أن يجابهوا هذه الآلة الحربية المقيتة نحو هذا الأفق الوحدوي. إنما حدث يجب أن نستحضر ذلك في كل وقت وحين. أحيانا أسمع من يعتبر الإنجازات العظيمة التي تقوم بها المقاومة كالضربات الموجعة التي توجهها للجيش الإسرائيلي، كالاختراق الذي قامت به للأوضاع بهذا الانتصار. يجب أن نعرف أن الحرب، كل حرب تحتمل الهزيمة وتحتمل الانتصار. من الممكن أن ننهزم عسكريا وننتصر سياسيا كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الله، هو أن لا نتوقف أبدا عن فضح والتشهير بالفظاعات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. يجب أن يكون ذلك عملنا اليوم في وسائل الاتصال الاجتماعي وفي كل الوسائل والمنابر الممكنة. يجب أن نحفظ الدرس درس العدو في هذا، كانت تجارته الأساسية هي ذاكرة العذاب الذي تعرض له الشعب اليهودي. يجب أن نقوم به في جمعياتنا وكأفراد وكجماعات وكمؤسسات مجتمع مدني. يجب أن لا نتوقف أبدا عن مخاطبة ضمائر العالم والرأي العام العالمي ووخز ضميره بهذه الجريمة التي كان العالم الغربي فيها
طالعا إلى أبعد الحدود. وأخيرا إذا سمحتم سأشير إلى قضية لها علاقة بالقضية الفلسطينية وأختم بها. نحن رأينا خلال هذه الحرب وتابعنا وسائل الإعلام الغربية وكيف تصرفت بخصوص القضية الفلسطينية، كيف تكتلت كل قوى الإعلام وكل القوى السياسية تقريبا، كيف تكتلت في نغمة واحدة تشجيع إسرائيل على الدفاع عن نفسها وإنكار أن حماس يمكن أن تكون حركة مقاومة. وهذا الذي حدث أظن أنه خلف شرخا عميقا بيننا وبين أوروبا، خصوصا وأقول ذلك بوضوح، خصوصا بيننا نحن الذين خلال نصف قرن تقريبا كنا نحاول أن نقنع مجتمعاتنا بأن القيم الكونية التي أنتجها الغرب هي مفتاح حداثتنا وديمقراطيتنا. ورأينا كيف أن هذا الصرح الذي دافعنا عنه بقناعة وليس استيرادا لقيم غريبة عنا، رأينا هذا الصرح يتهاوى أمام أعيننا بنوع من الانتصار الأعمى لكيان ظالم استيطاني وعنصري. هذا شرخ لا بد أن نستحضره أيضا في نقاشنا الوطني. شكرا لكم.